مبروك يا صلاح. الله يبارك فيك يا عسل. مبروك يا بنتي يا آية. قولي كلمة. أقول إيه بس يا نصر الله؟ يا أختي في التلفزيون بيجيبوا برامج بيقولوا فيها كلام. قولي كلمة ليا ولإخواتي. الله ما تطلح لحي يا بنت. والله العظيم أنتوا بتهزروا. ماشي. مبروك يا نصر. مبروك يا ميسا. مبروك يا رحال. مبروك يا أبو خارس. مبروك يا يوني. خلاص بقى. وأبوكي وأمك الله يرحمهم مالهمش نصيب. قولي يا بنت. الله يرحمهم طبعا. طبعا كان نفسي يبقوا معايا في ليلة زي دي. خلاص بقى يا نصر منك. طب يا أختي. عقبالك يا حبيبة قلبي. والنبي ده انا هرقص لك رقص. عقبالك يا واد. يلا يا رحاب قومي ارقصي بقى. لا معلش يا اختي اصلها عندها صداع. يو طب يلا بقى يا بطة خدي بنفسي ولا انا واخده الفرح مقاولة. لا معلش يا ابله والله تعبانه هسقف اهو. سقفي ماشي. يلا يا ميسا. يلا ايوه يا حبيبتي. شكلت الواد قاعد فاشخ ضبه ازاي؟ يا عم سيبه خليه يتبسط بكره يزعل. طب واذا عمل عوض هيروح فين؟ هيطلع عين ابوه. لا مؤاخذه يا حكم سلطان. لا مؤاخذه دي هو العين السوي يجيب لي اهله اللعنه. يلا يا صلاح. يلا يا ايه. يلا تبين